بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأطهر. تعالوا الآن نقارب باجتهاد وبكل توكل على الرحمن. الآية 17 يقول الله فيها: أفمن كان على بينة، يعني لا يشير خاصة إلى قائدنا المحبوب عليه الصلاة والسلام، أفمن كان على بينة من ربه، أحسن علاقة بين الخالق والمخلوق هي التي يتميز بها حصريا نبينا القائد العظيم عليه الصلاة والتسليم. أفمن كان على بينة، يعني لا يتطرق إليه شك، والله عاصمه لا شك عند الرسول عليه السلام، حتى لو مش يهجم عليه يقول له وما قال، يعني ما تركبش، ما سكرش باب الوحي عليك. يعني شوف شوف الوقاية الربانية مع خير البرية عليه الصلاة والسلام. أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه، أي شاهد أما سيدنا جبريل عليه السلام أو القرآن يشهد بعضه على بعض ويتلوه شاهد منه، ومن قبل كتاب موسى، والتوراة التي نزلت بصحف موسى عليه السلام، التوراة التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام، شهد أن القرآن لا يكون إلا كلام الرحمن، كما كانت التوراة، ولكن هو أعلى وهو المهم من الكتب السماوية اللي ذكرت في الدرس. أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه. نعود إن شاء الله تعالى.